السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم جيت نشارك معكم هذه التحليه اللي كتجي بنينه بزاف وسهله التحضير بمكونات طبيعيه وبدون سكر او اي اضافات. بالنسبه للمكونات كناخذوا تفاحه مع جوج معالق ديال مايزينا، اون سيتر ديال الحليب. هادو هما المكونات الاساسيه والرئيسيه ديال الوصفه هذه، وغادي نشارك معكم مكونات اضافيه اللي تقدروا انكم تزيدوها. هنا كناخذوا نص لتر ديال الحليب، كنديروه في اناء، كنضيفوا عليه نشا، وكنضيفوا عليه هنايا انا درت جوج معالق كبار ديال دقيق التمر اللي كيتعتبر بديل ديال السكر طبيعي، واللي بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش السكر والحلاوه بزاف فهذا بديل طبيعي وزوين. وكنضيفوا هنايا التفاحه اللي قطعناها طريفات. كناخذوا هذه المكونات كلها كنطحنوها مزيان على هذا الشكل هذا، وملي كنطحن المكونات كلها مزيان كنحصلوا على خليط بهذا الشكل. يعني كتكون المهم هو ان التفاح يكون مطحون مزيان بحال كنديروا عصير. هنا كنديروا الخليط ديالنا في كاسرول اللي غادي نطيبوا فيها الخليط، فكنحطوا الخليط ديالنا يطيب على عافيه متوسطه مع الاستمرار في التحريك حتى كيوجد لينا الخليط ديالنا وكيولي ثقيل بهذا الشكل هذا. يعني كنستمروا حتى كيبدا يدير هاد البويقات هادو، هذا كيعني انه واجد وانه يعني هذا هو القوام اللي حنا بغينا. فكنخليوه على جنب يبرد وكندوزو نحضرو تفاح كراميليزي اللي كنكراميليزيوه اما بالكراميل، واما الا بغينا بديل صحي كنستخدمو دبس التمر او سيرو ديال التمر اللي كيكون حتى هو طبيعي. كنكراميليزيو فيه التفاح ديالنا بهذا الشكل هذا حتى كيطيح التفاح شويه بهكا كيولي طايب شويه، في نفس الوقت نخليوه يعني ماشي طيب حتى يذوب غير شويه، كيجي بهذا الشكل هذا. المهم هو انه يكون ماشي كراميليزي بزاف وماشي خضر. كنديروه في كويسات بحال هكا اللي كنديرو فيهم الفلون، سواء زليفات اولا كويسات، كنديروهم في الاسفل هكايا. ومن بعد كيكون الخليط ديالنا اللي طيبنا كيكون شويه بدا كيبرد، كنضيفوه للكويسات ديالنا. وانتم حسب الرغبه تقدروا تضيفوا النص وتعاودوا ديروا التفاح، تقدروا ديروا بحال هكا يعني كتعمروا الكويسات ديالكم وديروهم يبردوا في الثلاجه لمده ديال 4 حتى 6 ديال السوايع، ومن بعد كيكونوا واجدين للاستخدام ولا للاكل. تقدروا تزينوهم باش ما بغيتوا. انا هنايا زينتهم بالتفاح اللي بقى ليا كراميليزي، نتوما تقدروا تزينوهم سواء بالتفاح او لا بلوز ايفيلي ولا باي حاجه متوفره عندكم، قرقع كراميليزي اي حاجه كانت متوفره. وهكا كنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو. شكرا للمتابعه، نشوفكم فيديو جديد مع وصفه جديده. بسلامه.